لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بإذن الله في لقاء اليوم سنتناول المفطرات المعاصرة أو نوازل الصيام، يعني الأمور التي استحدثت واستجدت مما لم يكن قبل ذلك يعني في العصور السابقة. بداية، قبل أن ندخل إلى تفاصيل الأمور المعاصرة، طبعا الأمور دي مهمة جدا، هيبقى فيها الأشياء اللي بيكثر فيها الأسئلة حول الحقن والدهانات والمراهم أو التحاميل الشرجية واللبوس إلى غير ذلك، فالأشياء دي بيكثر عنها الأسئلة جدا. فإن شاء الله ربنا يسر، إن شاء الله نؤصل لها بداية، نؤصل لها وبعدين نبتدي بإذن الله سبحانه وتعالى نطبق بعد التأصيل، نطبق سويا عشان نبقى فاهمين بس الكلام جملي. بداية هنقول إن الفقهاء عندهم اتفاق على إن ما يصل إلى الجوف يفسد الصيام. ولكن إيه هو الجوف؟ المصطلح ده الفقهاء اختلفوا فيه اختلاف كبير جدا. فيه اللي وسع جدا جدا مفهوم الجوف، حتى ان ادخل في الجوف جميع التجاويف، زي مثلا التجويف الانفي او التجويف الراس، ما يعني الجمجمه، يعني اقصد يعني ادخل الجمجمه والتجويف البطني. يعني في الحقيقه عايزين نقول إن في فقهاء أو معظم الفقهاء زمان كان عندهم تصور طبي، الطب الآن نفاه. يعني كان في تصور طبي إن كل الجوف ده كله متصل ببعضه. علشان كده مثلا نلاقي كتب بعض الفقهاء، مش عايز أسمي مذاهب، مثلا يقول لك لو الواحد اتطعن في بطنه وداوى هذه الطعنة كانت جائفة وصلت للجوف، وداواها بشيء وصل جوه يعني إلى داخل الجوف، قالوا يفسد صيام. واضح؟ فهم كانوا متخيلين كده ان الجوف ده كله متصل ببعض، حتى الراس، تجويف الراس عندهم ان لو الدماغ اتخبط فيها مثلا خبطه بنسميها مامومه او امه، وحط لها دواء زمان بقى بن بتاع دخل جوه، يبقى يفسد صيام. فكان هم عندهم يعني كثير من الفقهاء زي الحنابله وغيرهم كانوا موسعين جدا في مصطلح الجوف. في الحقيقه المالكيه كانوا أسعد الناس وبالدليل وأقرب الناس للصورة الطبية الحديثة، بأنهم شايفين أن تقريبا هو الجهاز الهضمي هو الذي يعني يصح أن يطلق عليه مصطلح الجوف. يبقى النقطة الأولى قبل ما نفسرها أكتر باختصار كده، بنقول أن الفقهاء اتفقوا على أن اللي يصل إلى الجوف يفسد الصيام، اللي يصل الى الجوف يفسد الصيام. بس ايه هو الجوف؟ اختلفوا في نظر، يعني فقهاء موسعين جدا للجوف زي الحنابله مثلا، زي ما ذكرت ان عنده كل التجويفات دي كلها يعني تبع يعني الجوف، حتى الدماغ، البطن، الصدر، كل ده يعني كانه شيء واحد، ما عدا طبعا يعني لو احنا هندقق قوي، بس ده مش عايز اخش في تفاصيل. مثلا كان عندهم ان المثانه لا ما توصلش، يعني الحنابله كان عندهم تصور ان المثانه لها جدار فاصلها عن الجوف. مش هيختص ده مذهب دون مذهب، عايزين نقول ان معظم الفقهاء وسعوا في معنى كلمه الجوف. والصحيح ان الجوف هو الجهاز الهضمي، الحلق، البلعوم، المريء، المعدة، الأمعاء. الأمعاء الدقيقة آخر جزء في الجهاز الهضمي، بحيث أنه هو لو وصل له الغذاء يستفيد منه الإنسان. لكن في الحقيقة الأمعاء الغليظة في الأغلب العام
الأصل دورها إخراجي، بيحصل فيها شيء من امتصاص بقايا ماء أو شيء، ولكن ده شيء يسير جدا جدا. ولكن في الحقيقة كما ذكرت لحضراتكم إن بالأساس الجوف هيبقى هو الحل البلعوم المريء المعدة الأمعاء، اللي هو القناة الهضمية لحد الأمعاء. وده تقريبا المصطلح اللي احنا بنقوله ده، يعني كلام الملكية قريب منه جدا، وهو ده اللي أثبته الطب المعاصر. يبقى النقطة الأولى اللي احنا عايزين نقولها إن ما هو الجوف؟ وصلنا للجوف اللي هو في الحقيقة الجهاز الهضمي، زي ما احنا قلنا كده، بداية من الحلق لحد المعدة والأمعاء الدقيقة. نمرة اتنين، بعد ما قلنا ايه هو معنى الجوف، نمرة اتنين، الفقهاء ما اشترطوش ان اللي يدخل الجوف يكون شيء مغذي. كل دي امور مهمة جدا جدا بنحطها قبل ما ندخل في النوازل عشان يبقى الامور سهلة معانا. يعني ايه؟ يعني الفقهاء بينصوا في الكتب على ان اللي ابتلع حصى او الذي ابتلع ترابا صومه لا يصح، مع ان التراب او الحصى غير مغذي، ولكنهم جعلوا هذا مفسدا للصيام، وان هو بيشغل برضه حيز او يشغل ايضا حيزا من المعده. طيب النقطة الثالثة، ودي نقطة في غاية الأهمية، إن الفقهاء بعد ما حددوا الجوف وبعد ما قالوا إن ما يشترطش، لا يشترط في الواصل إلى الجوف إن يكون مغذي، الفقهاء، وقبل ما أقول النقطة الثالثة بالمناسبة النقطة اللي قبلها، إن لما قالوا ما يشترطش الواصل يكون مغذي، بس اختلفوا هل يشترط الاستقرار ولا لا. يعني بعض الفقهاء زي الأحناف بيقول لو مسك حصى وربطها في فتلة ونزلها، يعني في مسار الجهاز الهضمي، وطلعها تاني، مختلفين هل يفطر أو لا يفطر. هناك من يفطره بذلك، وهناك من يقول طالما إن الحصى لم تستقر فلا يفسد صومه بذلك، فبيشترط بعضهم الاستقرار. طيب النقطة اللي بعد كده، وزي ما قلت لكم هي نقطة تكاد تكون أهم ما يكون، وهي أن العلماء فرقوا ما بين اللي يدخل إلى الجوف عن طريق منفذ، واللي يدخل إلى الجوف عن طريق المسام. يعني الفقهاء، لقيت الكلام ده في كتب الحنابلة وفي كتب الشافعية، واللي هيتابع هيلاقي الكلام ده، بينص الفقهاء على إيه؟ إن لو واحد وضع الحنظل، نبات الحنظل ده معروف، وعند الإخوة في البادية عارفينه كويس جدا، إن هم بيستخدموا نبات الحنظل ده لعلاج الرطوبة. فالحنظل بيقولوا في كتب الفقه، وده في الحقيقة قال لي عليه الناس اللي جربوه فعلا، يعني في ناس جربوا الكلام ده وذكروا لي ذلك نصا فعلا، إن الحنظل لما بيحطه على رجله من تحت بيجد المرارة في فمه، سبحان الله. يعني حتى أن أحد الناس حكى لي أنه كان يعني في الصحراء وأصابته رطوبة شديدة، فوصفوا له ذلك، فوضع الحنظل فعلا. هو الحنظل ده عامل زي البطيخ الصغير، كورة كده صغيرة، يعني بالظبط لون البطيخ تقريبا. المهم فهو شق الحنظل ده ووضعه على ركبتيه ووضعه على كعب رجله من تحت. هو بيخبرني فعلا ان وجد مرارة يعني في منتهى الفظاعة في الفم، مرارة شديدة جدا. الفقهاء متفقون على ان هذا الرجل الذي وجد مرارة الحنظل في فمه لا يفطر بذلك. طب ليه؟ قالوا ده مش داخل عن طريق مجرى منفذ، ده في الحقيقة داخل عن طريق المسام. فبالتالي زي ما بقول لحضراتكم هنا، الفقهاء بيشترطوا
إن علشان يكون الشيء مفسد للصيام إنه يبقى داخل عن طريق منفذ مش عن طريق المسام. خليكم حافظين الحاجات دي، لأن الحاجات دي هتفرق معانا كتير جدا، وإحنا بنطبق وننزل الكلام ده اللي إحنا أصلناه على الحاجات اللي إحنا هنشوفها دلوقتي. ففي حاجات هتبقى واضح بالنسبة لنا جدا إنها داخلة عن طريق المسام، فبالتالي مش هتفسد الصيام. طيب دعونا الآن بعد ما يعني مهدنا التمهيد البسيط ده، عرفنا يعني ايه الجوف، وقلنا ان الجوف هو الجهاز الهضمي بداية من الحلق واحنا ماشيين، والبلعوم والمريء والمعدة وراه الامعاء. كذلك عرفنا ان الفقهاء قالوا اي شيء يدخل للجوف سواء مغذي او غير مغذي بيفسد الصيام، وان كان كتير جدا بيشترطون. المهم يعني مش فارقه مع الفقهاء، يعني الفقهاء عندهم بلع حصى بلع تراب يبقى مغذي او غير مغذي، وبعضهم بيقول لان ده بيشغل جزء من المعده. اختلفوا اختلاف بسيط جدا، هل يشترط استقرار الشيء اللي داخل ده ولا لا؟ وده يعني تطبيقها هنقوله كمان شويه ان شاء الله في صوره ورده. الأمر اللي بعد ذلك في الحقيقة، وقلنا إن ده أمر في غاية الأهمية، إن الفقهاء اشترطوا إن الشيء المفسد للصيام المفطر لابد أن يصل إلى الجوف عن طريق منفذ قناة فتحة وليس مسام مش امتصاص. عشان كده قلنا إنهم ضربوا مثال في كتب، يعني كتبهم من اكتر يعني اكتر من مذهب، ضربوا مثال ان هو لو حط نبات الحنظل على رجله من تحت، كعب رجله من الاسفل او ركبته، ووجد المرارة في حلقه وفي فمه، قالوا لا يفسد صيامه بذلك. نبدأ ان شاء الله بعد ما يعني مهدنا هذا التمهيد ان احنا نتكلم على الاشياء المعاصرة، وربنا يسر وننزل عليها القواعد اللي احنا قلناها. يعني مثلا منظار المعدة، خدوا بالكم معايا احنا بنتكلم كلام كل لفظ يبقى لازم ننتبه اليه. لما نقول منظار المعدة غير لما نقول منظار البطن. يبقى منظار المعدة ده رايح لفين؟ ده رايح للمعدة اللي هي ايه؟ الجزء الاصيل في الجهاز الهضمي. طيب منظار المعدة هل يفسد الصيام أو لا يفسد الصيام؟ في الحقيقة لا ريب أنه يفسد الصيام. ليه؟ لأن احنا لما نبص لمنظار المعدة داخل عن طريق ايه؟ منفذ ولا مسام؟ منفذ ده طبعا داخل عن طريق البق عن طريق الفم. وكده كده المنظار لكي يعني لا يجرح أجزاء الجسم بيحطوا عليه أشياء دهنية، ففي الحقيقة وهو بيحط عليه الأشياء الدهنية دي وبيدخله إلى داخل الجسم، الأشياء دي هتذوب، ولما بتذوب هذه الأشياء تستقر في المعدة، ولذلك ستصل المعدة ستستقر فيها وعن طريق منفذ. يبقى عن طريق التطبيق اللي قلناه ده كله والقواعد اللي قلناها لا ريب أن منظار المعدة بهذه الحالة يفسد الصيام. ولذلك هنقول للي بيعمل المنظار، إن كنت تستطيع تأجيل هذا المنظار، منظار المعدة، إلى الليل، إلى ما بعد الإفطار، فهذا يلزمه، والله تعالى أعلى وأعلم. أما إن كان يشق عليه ذلك، يعني ويصعب عليه، هناك مشقة شديدة بتأخيره إلى ما بعد الإفطار، فإذا هو يجوز له أن يعني يقوم بعمل هذا المنظار نهارا، ولكن عليه أن يقضي هذا اليوم، والله تعالى أعلى وأعلم. في صورة تانية بيذكرها بعض المعاصرين اللي بيكتبوا في الحاجات ديت من الشرعيين، إن بيقولوا لو حطينا المنظار ناشف من غير مواد وطلعناه تاني، ده عامل زي ما الأحناف قالوا كده، إن إحنا لو ربطنا حصاة في حبل ودخلناها وطلعناها، بعضهم قال لا يفسد بعضهم يفسد، لكن في الحقيقة هنا هيبقى في صعوبة جدا جدا في إدخال شيء معدني أو شيء زي المنظار ده، إنه يدخل داخل الجسد بدون وجود مواد دهنية تمنع من أن يجرح أجزاء البدن الداخلية. ولذلك الأصل أن هذا الجهاز سيكون
مصحوبا او موضوعا عليه يعني مواد دهنيه ستذوب تستقر في المعده، وبالتالي يترتب على ذلك فساد الصيام. النقطه اللي بعد كده اللي احنا عايزين نقولها باذن الله سبحانه وتعالى، الحقن. الحقن سواء بقى عضليه او جلديه، يعني احنا مثلا لو اتكلمنا عن الحقن العضليه يكاد يكون باتفاق كل العلماء المعاصرين انها لا تفسد الصيام، لان الحقن دي في الحقيقه ما بتمشيش في منفذ، يعني لا تدخل الى الجسد عن طريق منفذ، دي بتركب كده يعني في يعني عن طريق بتركب تدخل عن طريق المسام، يبقى تدخل للدم و ما فيش منفذ، يعني ما فيش بق، ما فيش فم، ما فيش فتحه. ولذلك يكاد يكون اتفاق العلماء المعاصرين على ان هذه الحقن لا تفسد الصيام، سواء بقى حقن عضليه او حتى حقن جلديه تجميليه، حقن اللي بيسموها حقن انسولين مثلا، كل الحقن العلاجيه، فيتامينات، غير فيتامينات، كل هذه او كل هذه الانواع من الحقن لا تفسد الصيام. ليه؟ هذه في الحقيقه لا تدخل عن طريق كما ذكرت يعني او لا تصل الى الجوف باعتبار المفهوم الطبي المعاصر، ولا تصل يعني لا تصل اليه اصلا، وهي في الحقيقه تدخل الى الجسم كما وضحت لكم عن طريق المسام، وهي في الحقيقه بلا شك ليست في معنى الاكل والشرب، ولا تغني عن الاكل والشرب. من ضمن النقاط المهمه جدا في يعني الامور يعني التي هي من امور النوازل في هذا الباب، استخدام البخاخات، يعني بخاخات الربح، سواء كانت بودر اللي بفيها مسحوق او غازات. في الحقيقه يعني بناء على مشايخنا الاطباء زي شيخنا الشيخ ياسر بينصح ببخاخه اسمها سيمباكورت. ليه بقى بنقول كده؟ لان البخاخات التانيه يعني مثلا بالذات وانت بتاخد البودر تحس ان انت بتبلع تراب، ففي الحقيقه يبقى ده ابتلاع تراب بامر اختياري، غير لما واحد يبقى ماشي في الشارع وقال العلماء ان يعني دخان الطريق والاتربه هذه معفو عنها. ليه؟ لانه لا يمكن التحرز منه، لكن الانسان اللي جايب بخاخه وبيحطها في فمه يبقى امكنه التحرز منه. لكن سيبا كورت دي تقريبا يعني بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى وفقه انه جعلوها مضغوطه بحيث انها تكون اشبه ما يكون بالهواء وبالاكسجين، ولذلك هذه يعني او هذا النوع من البخاخات لا يفسد الصيام، انا اسمه سيمبا كورت. اما جهاز النيبولايزر طبعا اللي بيتحط للجلسات، فالجهاز ده في الحقيقه الكميه بتاعته كميه كبيره جدا ده من المعاصرين بيقولوا ان جهاز النيبولايزر دوت اللي هو بتاع الجلسات اللي انا بقوله هذا يفسد الصيام عند اكثر المعاصرين نظرا لكثره الكميه الداخله الى المعده، وانه كم كبير يكاد يتفق الجميع على ان هذا الكم كم غير معفو عنه. استخدام معجون الاسنان وغسول الفم، هذا في الحقيقه يعني ان لم يدخل شيء الى الحلق فهذا لا يفسد الصيام بلا ريب، لان الفم له حكم الظاهر، بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام اباح للصائم المضمضه، ولم ينهى النبي عليه الصلاه والسلام الصائم عن المضمضه، وان كان لما النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغه في الاستنشاق فمن باب اولى ان ينهى عن المبالغه في المضمضه. بالنسبه للتخدير، بالنسبه للتخدير والله غازات التخدير اللي هي بيتم بها التخدير او البنج او الحاجات دي كلها، طالما انه لا يصحبها ادخال سوائل، لان البعض عشان يخدروه بيحطوا له انبوب يدخل سوائل جوه،
لا، طالما ان هو ما حطلوش انبوب في الفم، طالما كان ان المساله مساله حقن او غازات او شيء من ده، فهذه الانواع التي تستخدم للتخدير لا تفسد الصحه. وهذا يكاد يطبق عليه ايضا العلماء المعاصرون. ولكن في مساله مهمه جدا جدا عايزين نقولها. ايه هي بقى؟ انا عندي حالتين. الحاله الاولى انه تم تخديره طيله الليل، الحالة الثانية إن تم تخديره طيلة النهار. خدوا بالكم معايا. يبقى احنا دلوقتي عندنا بالنسبة للتخدير، خلاص عرفنا والله ان هو لو التخدير ده بغازات بشيء، المهم طالما ما فيش ابتلاع لسوائل داخل المعدة يبقى هذا لا يفسد الصيام. لكن لو كان تم التخدير زي ما قلنا عن طريق ادخال سوائل للمعده فهذا يفسد الصيام. طيب ده جزء اولي. الجزء الثاني، طيب دلوقتي ما حكم صيام هذا الذي اغمى عليه؟ والله او اللي خدرناه. طبعا يعني الذي خدرناه هذا لا حكم المغمى عليه. واضح اكثر شويه كمان من النائم. في الحقيقه انه هو لو هذا الذي يعني تم تخديره لم يستغرق الليل كله ولم يستغرق النهار كله، فلا ريب ولا إشكال عند الفقهاء أن صومه صحيح. المشكلة أنه هو لو الأمر استغرق، ودي مسألة مهمة جدا، لو استغرق طيلة النهار دي نقطة. طب لو واحد أغمى عليه طيلة النهار أيضا كسؤال، ما حكم صيامه؟ جمهور الفقهاء على أن صومه لا يصح، أبو حنيفة على أن صومه صحيح، وهذا أقرب والله أعلم. لماذا؟ لأننا لا يمكن أن نجعل الإغماء كالجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه، فالإغماء الصغير الذي لا يطول وقته لا يمكن أن يجعل كالجنون. فإذا جاز على الأنبياء لا يمكن أن يكون هذا نوعا من الجنون، والله تعالى أعلى وأعلم. المشكلة الحقيقية في الحقيقة أنه لو تم تخديره قبل المغرب واستيقظ بعد الفجر، ده طبعا تصوره يعني لو في عمليات يبقى عمليات نادرة يعني، ولكن لو تم هذا إذن لن يكون هو قد نوى من الليل. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. فمن ثم سيكون يلزمه الامساك نهارا ويقضي هذا النوم ويقضي هذا اليوم. لكن لو ان هو ان شاء الله يا رب يكون مر عليه لحظه بعد المغرب نوى فيها انتهى الامر، والا فالانسان بمجرد ما بتيجي اللحظه يستحضر فيها النيه خلاص. ولذلك الناس بتوسوس كتير جدا في امر النيه، رغم ان هو اصلا ساعه ما المغرب اذن وتناول الافطار هو في الحقيقه ينوي ان يصوم الغد. طيب النقطة اللي بعد كده من نوازل الصيام، قطرات الأنف. قطرات الأنف في الحقيقة لو احنا بصينا للحديث هنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وده واضح جدا إن الشرع اعتبر إن الأنف منفذ، وان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البلاغه في الاستنشاق، وده دليل على ان من تعمد، وعايز اقول الالفاظ دي خدوا بال حضراتكم منها، اللي يتعمد انه يبالغ في المضمضه او يبالغ في الاستنشاق عشان يصل شيء الى جوفه يفسد صيام. لكن لو هو ما تعمدش ان يصل شيء ولكنه بالغ في الاستنشاق سهوا او بالغ في المضمضه سهوا ولكنه ما كانش يقصد ابتلاع شيء ووصل اليه شيء بدون قصد منه، الصحيح أنه لا يفسد صومه، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب يبقى قطرات الأنف هو بيحطها دلوقتي اختياري، لو وجد شيء في حلقي يفسد صومه بذلك. ولذلك البخاخات اللي بتبقى في الأنف نصيحة الأطباء أنه هو يطلع البخة دي أو يرش البخة دي على قطنة ويحطها هنا. لما يحطها في قطنه في انفه ان شاء الله ستؤدي نفس الغرض، وهنا في الحقيقه يحصل عمليه امتصاص، مش هتبقى ان ده سائل داخل عبر مجرى، لا ده هيبقى في الحقيقه هي خلاص بقت بره خالص، ولو دخل شيء احنا مش هنحس اصلا بطعمه ويبقى
يعني قلنا ان البخاخ بتاع الانف هيبقى احسن حل له انه يرشه على قطنه ويحطها في الانف، وهتبقى الانف دي في الحقيقه هنا مش حقيقة، لن يصل شيء في الحقيقه، ويبقى كلها عمليه امتصاص، وباذن الله يترتب عليها الاثر الطبي، ويعني بدون الحاجه الى استخدام البخاخه مباشره حتى لا يعرض صيامه للخطر. النقطه اللي بعد كده قطرات الأذن. في الحقيقة الأذن لها حالتين، إما الودن تبقى طبلتها سليمة أو الأذن تبقى طبلتها غير سليمة. لو الأذن طبلة سليمة يبقى الصيام صحيح، لأن في الحقيقة هنا يبقى حاجز، ولو عدى حاجة ورا الطبلة زي مثلا الدكتور لما تروح وعندك أطفال صغيرين يقول ده فيه مية متكونة ورا الطبلة، كل ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن رش. الرشح عند الفقهاء ده بيفرق، ده غير. عشان كده حتى ابن قدامة كان بيقول ان لو ان واحد يعني اوصله شيء يعني الى المثانة، دخلوه عن طريق الاحليل الى المثانة، كان بيقول ان صيامه ما يفسدش. ليه؟ قال ان في الحقيقة اصلا كده كده المثانة في حاجز بيحجزها عن الجوف جوه، عشان كده هما كان عندهم تخيل صعب قوي، يعني كان عندهم تخيل ان البول بيتجمع جوه الجوف ويرشح يوصل للمثانة. واضح قوي ان موضوع الحالبين ما كانش لسه اكتشف، عشان كده يعني لازم نفهم ان في حاجات كتير الفقهاء القدامى قالوها مبنية على تصور الطب او تصورهم للطب او تقدم الطب في زمانهم كمان. يعني هم في الحقيقة بينقلوا عن كلام الأطباء اللي في زمانهم، والطب طبعا يعني انتوا شايفين القفزات الطبية، ويعني التطور الطبي بقى يعني أصبح شيء فوق الخيال. وفي طبعا طب تقدم جدا زي طب القلب مثلا، الطب في القلب ده بقى فيه عمليات غريبة جدا، ويحطوا صمامات كذا ويعملوا كذا ويغيروا كذا ويشيلوا كذا. طبعا ده بالنسبة للأقدمين كان ضربا من الخيال، بل اصلا الكبد وزرع الكبد والاشياء دي، الحاجات دي ل20 سنة بس اذكر ان اطباء يعني كانوا ينكرونها تماما، وغير متخيلين ان ده ممكن يحصل، وان الكبد ممكن يعمل كده ويكبر ويقوم بالدور والفص مش عارف يحصل له ايه. يعني كل هذا لم يكن لحد 20 سنة بس، وانا فاكر كويس قوي ان كان في ناس بتنكر مثل هذا، ويتقال لهم مثلا في دراسات يقول لنا مستحيل ده كلام كذا. المهم، فالغرض المقصود اذا كنا احنا بنتكلم ان من 20 سنه بس او 30 سنه بس الطب حصل فيه قفزات ونقلات كبيره جدا 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 وتطور كثيرا، فكيف بمن كتبوا يعني في هذا في كتب الفقهاء من مئات السنين. الغرض المقصود ان لو ان الاذن الطبله سليمه فقطرة الأذن عندئذ لا تفسد الصيام. أما لو كانت مثقوبة فده مشكلة، هتوصل لحلقه، فهذا إن وجد طعمها في حلقه قد فسد صومه، والله تعالى أعلى وأعلم. غسول الأذن سيكون نفس الأمر، إن كانت الطبلة سليمة إذن سيكون هناك حائل، لن يكون هناك منفذ إلى الجهاز الهضمي. أما لو كانت مثقوبة فيكاد يكون هنا معظم المعاصرين يتفقون على أن الصوم يفسد بذلك، لأن في الحالة دي في الحقيقة هتكون كمية السائل أو كمية المياه الداخلة كبيرة وغيره يعني معفو عنها، يبقى ده هتوصل زي ما هم بيقولوا كده قناة ستاكيوس، هتوصل بالعوم، توصل المعدة، يبقى تصل للمعدة في النهاية. فمن ثم إذا كانت طبلة الأذن مثقوبة وعمل غسل الأذن فيعني هذه ستفسد صومه، أما إن كانت الطبلة سليمة فلن تس يعني فلن تفسد الصوم، لأن في الحالة دي هيبقى فيه زي ما قلت حائل، وفي الحقيقة الحائل ده هو هيمنع، يبقى ما هنا مش هيبقى فيه منفذ أصلا للجوف، ولو حاجة عدت زي ما قلت هتعدي يعني عن طريق المسام الامتصاص وليس عن طريق المنفذ. يعني طالما قلنا القطرات مش فاضل غير قطرة العين، وقطرة العين اختلف فيها الفقهاء
الى قولين، بناء اقصد القدامى يعني، هنقول ان اصل المساله دي كان زمان وهم بيتكلموا على الكحل. وهم بيتكلموا على الكحل كان عندنا مذهبين، مذهب الامام احمد عليه رحمه الله انه يرى ان الكحل يفسد الصيام، والشافعيه والاحناف يرون ان الكحل لا يفسد الصيام. مبني الامر ده على ايه؟ على تصورهم للتشريح. فالحنابلة كانوا شايفين ان العين لها منفذ ومجرى الى الانف. اما الشافعية والاحناف كانوا شايفين الامر سد، وما بيقولوا كده في الكتب، وان العملية عملية ترشح عن طريق المائي عن طريق المسام. ده سبب الخلاف بينهم. فريق بيقول ان في قناة، وفريق بيقول ان في رشح. لما احنا نبص للطب الحديث هنميل، الله تعالى اعلى واعلم، الى كلام الحنابلة ان في قناة دمعية بلا شك. القناة الدمعية دي هتنزل على الانف بعد كده، ومن ثم هتبقى العين منفذ الى الانف، والله تعالى اعلى واعلم. ولذلك في دكاترة العيون بيعلموا الناس ان هو، طبعا احنا بنقول خلاص لو هي كده بالشكل ده هتبقى مفسدة للصيام لو وجد الطعم في حلقه، يبقى اذا هنرشد الناس انهم يأجلوا القطرة الى الليل. طب المحتاجة الدكاترة بيعلموا الناس ان هو يضغط يعني على المآقي كده، يعني على بجنب الانف كده، على الحاجز الانفي من الناحيتين كده، بداية العين من ناحية الحاجز الانفي عشان يقفل القناة الدمعية ويحط. والله يبقى لو كان فعلا هيقفل القناة الدمعية وهيحط وما يوصلش شيء، يبقى بإذن الله عز وجل طالما لم يصل شيء يبقى لن يفسد الصيام. يبقى إذا كنا بنقول ذلك، يبقى هنقول زي ما قلنا من شوية إن هو إن أمكنه أن يؤجل القطرة يعني قطرة العين إلى ما بعد الإفطار، يبقى إذن هو خرج إلى يعني دائرة الاحتياط واحتاط لصومه، وخرج دائر يعني أو خارج دائرة الخلاف. لو الأمر كان يعني يحتاج إليه والأمر متحتم، يبقى يجتهد يفعل اللي احنا قلناه ده، إن هو يقفل القناة الدمعية قبل ما يحط. زي ما انتم شايفين بنحاول إن احنا نحاول نقول للناس لما يحتاجوا المخرج، المخرج يبقى ان احنا طالما ان هناك مخرج بنحاول نقوله ونعلمه، وما نكتفيش بس ببيان الحكم وفقط. اتكلمنا عن الحقن كلها، حتى حقن المحاليل طالما غير مغذية يبقى ايضا لا تفسد الصيام، زي ما قلنا دي ما بتخشش للجوف وملهاش منفذ، يعني زي ما قلنا الحقن الاخرى، حتى المحاليل غير المغذيه برضه نفس الامر. يبقى المساله اللي فيها خلاف كبير واجتهاد كبير الحقن المغذيه. الحقن المغذيه، الحقن الوريديه المغذيه اللي هي ممكن يعيش عليها فترات طويله. دي اللي اجتهد فيها المعاصرين اجتهاد كبير. فريق بيقول دي ما بتخشش للجوف، وهي في الحقيقة زيها زي غيرها عن طريق المسام وبره وفريق تاني بيقول ده هي بتقوم مقام الأكل والشرب، وإن ممكن اللي بياخدها يفضل عايش عليها أشهر، يعني مش يوم ولا اتنين، بل ربما تطول المدة اللي يفضل عايش عليه. ولذلك يعني من ضمن الكلام الجميل، الكلام اللي علمه الشيخ العثيمين، ان اللي زي ده ما يقعش الفقهاء في حرج، ان هم مختلفين جدا. ده واحد وصل من حاله المرض الشديد انه بيحطوا له محاليل يدركوه، فمثل هذا لا ينال الصيام حتى لا يكون صيامه محل هذا الخلاف الشديد. بل اللي وصل للمرحله دي اللي هم بيدركوه بالحقن المغذيه، يبقى في الحقيقه هذا يفطر، والله تعالى اعلى واعلم، لكي يخرج يعني من هذه الدائره الشديده للخلاف بين العلماء. المساله اللي بعد كده مساله التبرع، او قبل ما نجيب التبرع مسائل بسيطه عايزين نقولها. منظار البطن، خدوا بالكم منظار البطن حاجه
ومنظار المعدة حاجة، منظار المعدة عدى بينا وده بيوصل للمعدة، لكن منظار البطن تخيل كده واحد عايز يعمل حصوة، يفتت حصوة يفتح له هو 3 خروم ويدخل. بلا شك التصور القديم اللي كان عند كتير من الفقهاء انه هو اي جرح طالما حطيت وصلت، كانوا بيتعلموا ان الدنيا كلها مفتوحه على بعض. لا، احنا دلوقتي درسنا وكتير من حضراتكم اكيد درسوا، ان ما كانش في الثانويه في الاعداديه، ان في جهاز هضمي وجهاز اخراجي، جهاز بولي، جهاز دوري. ففي الحقيقه الاجهزه دي من الدنيا كلها مش داخله على بعضها بالشكل ده. عشان كده في الحقيقه هو هيفتح يعمل حاجه في المراره، هيفتح يعمل حاجه في حصوه في حته تانيه وهكذا. فالصحيح ان منظار البطن غير صوب، والله تعالى اعلى واعلم ان هو بعيد خالص عن هذا. كذلك القسطره القلبيه، يبقى ده واحد هيعمل قسطره للقلب في مكان تاني خالص، والله تعالى اعلى واعلم. فالصحيح انها لا تفسد الصيام، زي ما قلنا حاجات كده، هيدخل لعلق يعمل كشف يعمل كذا. اهم حاجه اللي احنا خدناه وعرفنا في فرق ما بين الحاجات اللي هتخش الجوف وبين الحاجات اللي هتركب في الشرايين. مسألة تبرع بالدم أو تحليل الدم، احنا عندنا الفقهاء القدامى اختلفوا في الحجامة، هل هي تفسد الصيام أم لا؟ الحنابلة لوحدهم قالوا الحجامة تفسد الصيام، جمهور الفقهاء قالوا الحجامة لا تفسد الصيام، وده الصحيح. فقد ثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم. فلو كانت الحجامة تفسد الصيام لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. طيب، أصلا الحنابلة نفسهم عندهم إن الحجامة فقط هي التي تفسد الصيام، ولذلك حتى لو قلنا إن لا، يعني الحنابلة نفسهم مش هيتفقوا على إن خلاص طالما هو عمل يعني طالما الحجامة مفسدة يبقى التبرع بالدم يعني يفسد الصيام. لا، بل حتى هذا لا، يعني على كلامهم اعتبروا الحجامة فقط. والله تعالى أعلى وأعلم. إذن بناء على ما سبق إن الحجامة نفسها أصلا تفسد الصيام، إذن لا تحليل الدم ولا التبرع بالدم يفسد الصيام، وإن كنا طبعا ننصحه لو هو ضعيف يأخر التبرع بالدم لليل، ربما يعني يفاجأ بأنه يعني يأتيه دوار أو شيء فيقولون له لابد أن تتناول العصائر فيضيع منه اليوم. فإن لم يكن هناك حاجة يعني ملحة لمثل هذا فيؤخر التبرع بالدم لما بعد الإفطار، لو كان هو مثلا يعرف نفسه أنه يعني يضعف أو في شيء من هذا. يبقى الآن يبقى التبرع بالدم تحليل الدم، وكذلك والله تعالى أعلم أن يحقن الدم للصائم. فالصحيح والله تعالى أعلم أن هذا لا يفسد الصيام، وفي الحقيقة يعني لا يقوم مقام الأكل والشرب، لا يقوم مقام الأكل والشرب. هناك أشياء أيضا نريد ذكرها، منها الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان. هم يقولون، الأطباء يقولون أنها تمتص في غشاء الفم الخارجي. والله لو كان الكلام على هذا النحو وإن هي فعلا تمتص في غشاء الفم الخارجي ولا يدخل منها شيء ولم يجد شيئا في حلقه، فالفم له حكم الخارج، فالفم له حكم الخارج. إن كانت كذلك تذوب في أغشية الفم الخارجي طالما أنه لم يجد طعما في حلقه، فنحن لا نختلف معهم في ذلك، في أن هذا لا يفسد الصيام. لعلكم تكتبون هذه الأشياء التي نذكرها، لأن الأمر يعني يكثر بهذا. طبعا من ضمن الأمور طالما تكلمنا على
منظار البطن مثلا، في أشياء أقل من ذلك بكثير، وهي الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية. يبقى الأشياء دي كلها في الحقيقة تمتص عن طريق الجلد، وبلا شك ده بيدخل عن طريق المسام، إذا لا يدخل عن طريق منفذ. والفقهاء القدامى نصوا على هذا، نصوا على أنه طالما لا يدخل عن طريق منفذ فهو لا يفسد الصيام. هناك طبعا يعني الناس تخترع أشياء، فيعني في أشياء اخترعوا لصقات لإزالة الشعور بالجوع والعطش، فهذه في الحقيقة وإن كنا نقول أنها غير مفطرة، لأن دي عن طريق المسام، واضح، وليست في معنى الأكل والشرب، ولكن لا نستحبها للصائم، واضح. يعني بلا شك أن شعور الصائم بالجوع والعطش وانكسار النفس، ويعني شعورها يعني بضعفها وفقرها وحاجتها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل وحده هو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، فلا نرشدهم إلى من باب الأولوية والأفضلية، واضح. ولكن هي تفسد الصيام؟ لا، لا تفسد الصيام كما ذكرنا. الأشياء التي تدخل إلى عن طريق الجهاز التنفسي، سواء إلى المثانة أو الإحليل أو حتى غسول المثانة، كل هذا لا يفطر الصائم بلا ريب، بلا أدنى ريب. يعني لا ريب أن الجهاز البولي يعني طريق منفصل تماما عن الجهاز الهضمي، هذا طريق وهذا طريق، لا علاقة بين الطريقين. ولذلك حتى هما يعني في الحتة دي بالذات نص مثلا الحنابلة زي ما ذكرت في بداية الدرس على كده، وقالوا إن المثانة أفلى عن الجوف، كذلك ما يوضع عن طريق يعني نفس الأمر للنساء، سواء كان غسول مهبلي مثلا أو تحاميل بيسموها البوس أو هذه الأشياء، فكل هذه لا تفسد الصيام. فيعني هذا جهاز، والجهاز الهضمي يعني جهاز آخر تماما، فهذا وذاك يعني منفصلان. يعني النقطة اللي بعد كده، الغسيل الكلوي، كتير جدا من المعاصرين على أنه يفسد الصيام، ومشايخنا الأطباء يرون أنه لا يفسد الصيام بإذن الله سبحانه وتعالى، إن كان يتحمل، إن كان يتحمل. وإلا فكثيرون يعني ربما يعني على ما نسمع يعني أنهم يخرجون من جلسة غسيل الكلى في منتهى الإرهاق والضعف الشديد، ولكن كمسألة لو أن البعض يتحمل فخلص، يبقى الظاهر والله أعلم بإذن الله عدم فساد صومه. يبقى اتكلمنا على ما يدخل عن طريق الجهاز التناسلي، أيضا ما يدخل عن طريق الشرج، وده هنقسمه حاجتين. يبقى هل يعني سنقسم ما يدخل عن طريق الشجر لشيء، الحقنة الشرجية نخليها على جنب، ولكن مسائل بقى اللبوس والتحاميل وهذه الأشياء، بلا شك إن إحنا لما قلنا يا إخوة والإخوة والأخوات اللي معانا، إن إحنا قلنا إن الجهاز الهضمي آخره إلى معاية الدقيقة، فالتحاميل واللبوس دي مش هتوصل، هتوصل فين؟ يعني هذه الأشياء ستمتص بره خالص، المستقيم بره جدا جدا جدا، ولذلك إفساد الصوم بها هيكون بعيد جدا، إفساد الصوم بها هيكون بعيد جدا. لكن الحقنة الشرجية في الحقيقة هنقدر نقول إن في فرق ما بين الحقنة الشرجية المغذية، اللي هو واحد في الحقيقة ما عندوش منفذ، أو ما عندوش حل، أو ما فيش حل، يعني لا يجد الأطباء حلا لإطعامه إلا ذاك، يعني يكون عنده مشكلة في الفم فلا يجدون حلا لإدخال المواد الغذائية إلا ذلك. ففي الحقيقة إذا كان هم يعطونه هذه الحقنة الشرجية المغذية، واللي هتضخ بقوة بحيث إنها توصل للأمعاء ويعني تفيده، فهذا بلا شك إذا كان ده منفذ ومجرى
في الحية وهيوصلها له بطريقة ما، يبقى إذن هذا يفسد الصيام. لكن الحقنة الشرجية اللي يراد بها استفراغ ما في الجوف، يعني إنسان مسكين لا يستطيع أن يقضي حاجته أو فهذا في الحقيقة الحقنة الشرجية اللي تراد لاستخراج ما في جوفه، الظاهر أنها لا تفسد الصيام. من باب أولى طبعا اللي يعني الشطاف الذي فيه دورة المياه، البعض يسأل عن هذا، طبعا لا أثر له، والكلام في ده كلام وسوسة في الحقيقة، لأن هذا كيف يعني لا يمكن أن يصل، ويعني فهذا أمر يعني بعيد جدا جدا جدا، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني أيضا من ضمن الأشياء التي ربما يسأل عنها البعض عمليات شفط الدهون، كذلك هذه العمليات لا تفسد الصيام. إذا قلنا إن يعني إخراج الدم لا يفسد الصيام، فهيبقى في نفس المعنى عمليات شفط الدهون. يعني غير مسائل المفطرات، وأرجو من الله أن يكون الأمور بالنسبة للإخوة والأخوات بدأت تبان بإذن الله سبحانه وتعالى.